لماذا ندرس التوحيد؟ نسأل عن التوحيد وكذلك نسأل عن الشرك، ونقول أن الله سبحانه وتعالى علمنا بأن الشرك إذا مات الإنسان عليه، أي على الشرك الأكبر، فهو مخلد خلود أبدي في النار، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر إذا مات عليه. لكن إذا تاب الإنسان من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر تاب الله عليه لعموم الأدلة. طيب، يبقى معنا القواعد الأربع. هذه القواعد الأربع وضعها المؤلف رحمه الله تعالى حتى نستطيع بهذه القواعد أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زماننا. إذا ذكر على ما قسمنا عنوان السعادة ودعا لك، ثم أراد والله أعلم أن يأتي بأهمية التوحيد، وأنه أهم ما عليك، وأن الشيطان يريد منا أن نقع في الشرك، فلا بد أن تخاف. من ماذا تخاف؟ من الشرك. عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقي. كيف تخاف من الشرك؟ بدراسة التوحيد، بدراسة الشرك حتى لا تقع فيه، بالدعاء وجنوبنا وبني أن نعبد الأصنام، بالبراءة من الشرك وأهله. نعم. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات الإنسان، نسأل الله السلامة العافية، على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة. وإذا تاب الإنسان في وقت تقبل في التوبة تاب الله عليه، سواء كان لديه شرك أكبر أو شرك أصغر أو كبائر أو صغار. نعم، لعموم الأدلة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إذا مات، نسأل الله السلامة العافية، على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار. إذا مات على الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة. وإذا تاب في وقت تقبل في التوبة من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر تاب الله عليه لعموم الأدلة، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، الآن لدينا قواعد أربع. هذه القواعد ذكرنا في أول هذه الرسالة أن المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة حتى نستطيع بهذه القواعد أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زماننا. فإذا قال لك المبطل أو المشرك أو المخالف لأهل السنة والجماعة، إذا قال لك أنا لا أعبد إلا الله، نقول هذا معنى أنك تقر أن العبادة حق لمن؟ لله. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بتوحيد الربوبية، وكانت الخصومة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أي توحيد؟ في توحيد الألوهية، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. هل الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كان لديهم شيء من العبادة؟ نعم، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وكفرهم الله سبحانه وتعالى حتى تكون العبادة لله. فمن صرف شيء، هذه الشبهة الآن، أن من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، واثق الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ نعم. إذن هذه القاعدة الأولى والشبهة الأولى. الشبهة إذا قال أنا لا أعبد إلا الله، نقول طيب لابد أن تكون كل العبادات لله، لو صرفنا شيء من العبادة لغير الله فهذا كفر أكبر. نعم. القاعدة الثانية أو الشبهة الثانية، إذا قال لك هذا المبطل أو المشرك أنا ما أريد من هؤلاء إلا القربة والشفاعة فقط، ما أريد منهم شيء، لا عبادة ولا غيرها، أريد منهم القربة والشفاعة، نقول لهذا الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الكلام،
وبهذا الكلام كفرهم الله. ونتلو عليه الآيات: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشبهة الثالثة والقاعدة الثالثة: إذا قال لك هذا المبطل أو المشرك، إذا قال لك هذه الآيات التي احتج بها للسنة والجماعة وذكرت مثلا في الأصول الثلاثة وفي القواعد وفي كتاب التوحيد وفي الواسطية وكذا، نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين والملائكة وكذا؟ الآيات اللي نزلت في الأصنام تنطبق على هؤلاء. نقول الله سبحانه وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة تعم كل ما عبد من دون الله، نبي أو ولي أو صالح أو كذا. ثم نتلو عليه الآيات بأن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين، كفر من عبد الملائكة، كفر من عبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك وشرك، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الثالثة. الرابعة نقول لهذا: اتق الله. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في السراء، وكفرهم الله. وأنتم نسأل الله السلامة العافية، شرككم دائم في السراء وفي الضراء. فإذا كان الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يشركون في السراء ويخلصون في الضراء وكفرهم الله، فأنتم من باب أولى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعد المغرب إن شاء الله تعالى نراجع مراجعة للقواعد الأربع، ثم يكون اختبار تحريري سهل إن شاء الله تعالى، وبعد العشاء نحل التمارين. طيب، فنحن ما نريد أن نثقل عليكم شيء فشيء، فتراجعوا الآن هذه القواعد، تقرأ الأدلة، ونقرأ إن شاء الله تعالى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأدلة. بعض الأدلة يحتاج إلى زيادة بيان وزيادة تفصيل، نذكر إن شاء الله تعالى عند دراسة كتاب التوحيد على ما اتفقنا، أنه بعد القواعد إن شاء الله تعالى ندرس الدروس المهمة، ثم نأتي على أبواب كتاب التوحيد كاملة بإذن الله. ونريد أن نبين قصد المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد أبواب كتاب التوحيد، فنمر بإذن الله على كل أبواب كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى، لكن نريد أن نتعاون. إذا أردتم اليوم نختم كل المتون ونأتي حتى بالوسطية، أسأل الله التوفيق، إن شاء الله نأتي بها، لكن لا يصلح هذا. فنريد أن تكتب، تراجع، تجعل كل الأشياء تعمل معك، وكل الحواس. أحد المشايخ عندنا يحفظ ما شاء الله، فيسأل أحيانا: كيف تحفظ؟ يقول: أنا أحفظ، أجعل كل الحواس تحفظ معي. ماذا تصنع؟ قال: أكتب هذه الأبيات وأنظر إليها وأكتبها وأسمع إلى القراءة وكذا، فأجعل كل الحواس تعمل معي، ولا يذهب إلى الحفظ عند البحر أو عند الشاطئ أو كذا، لا، يدخل في غرفة ويبدأ يحفظ ويراجع. المكان لابد يكون مهيئ. الآن أماكن القراءة، مكتبات العامة، أماكن القراءة فيها أشياء ملفتة للنظر؟ لا، مكان مغلق لا تشويش، تبدأ وتدرس وتحفظ. أماكن اختبارات كذلك، فما يصلح أن يأتي طالب ويراجع في الشواطئ وكذا، ما يصلح هذا. طيب، نعم، فتراجعوا ما أخذنا، وإن شاء الله تعالى بعد المغرب نمر على كلام المؤلف، وثم نختبر، ثم نحل الاختبار إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. من يذكر لي الشبهة مع القاعدة؟ الشبهة مع القاعدة، نعم. الشبهة الأولى أنه قال: أنا لا أعبد إلا الله، وأنا أقول إن الله هو الخالق والرازق المحيي والمميت والمدبر. نقول: هذا لا يكفي، حتى
لو كان لديك شيء من العبادة لله أيضا لا يكفي، حتى لو كانت العبادات كلها لله إلا عبادة واحدة، هذا هو الشرك. وبهذا كفر الله سبحانه وتعالى الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي. صح. الثانية أنهم يقولون أننا لا نعبدهم، أننا ما نعبدهم، نريد منهم القرب والشفاعة، نتلو على الآيات بأن الله كفر من طلب القرب من القرب والشفاعة، وسيأتي معنا. الثالث أنهم يقولون هذه الآية، نزلت فيما نعبد الأصنام، نقول لا، نتلو على الآيات بأن الله كفر من عبد الأصنام والأحجار والشمس والقمر والملائكة والصالحين وكل ما عبد من دون الله، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. القاعدة الرابعة والشبهة الرابعة، نقول لهذا أنهم أغلظوا الشرك من الأول. نعم، لكن إخواننا النظر لهؤلاء يكون من وجهين، وهذه النصيحة من شيخ الإسلام ابن تيمية، النظر لهؤلاء تنظر لهم، يقول شيخ الإسلام، من وجهين. وجه تحمد الله أن عافاك وتقول هذا ليس بجدي واجتهاد، هذا من فضل ربي أن اختارني الله لأن أكون مسلم متقي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام الصالح، والله لولا الله ما اهتدينا. الناحية الثانية تنكر، لأن البعض يقول هذا بجدي واجتهاد وهؤلاء حمقى أو كذا مثلا. لا، النظر لهؤلاء أكون من وجه، وجه تحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاك، وجه تنكر. طيب، نعم، يبقى معنا ما يتعلق بالشفاعة. الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضرر. تنقسم الشفاعة إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام لا إشكال، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. تقدم معنا يصح طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر وسبب. فالشفاعة المنفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. حكم هذه الشفاعة نوع من أنواع الشرك الأكبر. الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، تطلب من الله لا من غيره، تطلب من الله بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. هذه الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة. خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا شركوا في أحد، وعامة للنبي عليه الصلاة والسلام أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام ملائكة والصالحين وكل موحد، وكذلك الأفراد الأطفال يشفعون. الشفاعة الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والعامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، الشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن أول من يستفتح لدخول الجنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العامة، الشفاعة في رفع الدرجات كما نصلي على الجنائز، الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.